إذا بالنسبة هلا هون في عنا أنواع مختلفة، هاي مثلاً أمثلة على بعض الجوينتس اللي موجودة في الكتاب. هلا راح تلاحظوا إنه هذه 1 degree of freedom. 1 degree of freedom يعني I just need one parameter حتى أحدد uniquely شو البوزيشن تبع هاي. هذه واضح إنها هاي prismatic. هلا خصوصي هو حاطط هون هاي القطعة بحيث إنه تمنع عنها تلف. ولا كان منضيف، فاحنا مانعينها تلف، فالمكان الوحيد او الطريقه الوحيده فهي بريزماتيك جوينت، زي الانتين اذا بدك تفكر فيه بانتين او زي سلندر هيدروليك سلندر، بس ممنوع اني الف من هون. بي جوينت هذه 1 ديجري اوف فريدم، بريزماتيك جوينت، وهذه ريفولوت جوينت، ريفولوت جوينت كمان نفس الشيء، عندي 1 ديجري اوف فريدم، يعني بارامتر واحد راح يحدد يونيكلي البوزيشن او الوضعيه تبعت هاي الجوينت. هلا هون عندي صار 2 degrees of freedom، صار عندي هاي كانها combination of revolute prismatic. هلا احنا without loss of generality without loss of generality كل اي لينك عندنا اي جوينت راح نرجعها ل 1 degree of freedom، حتى لو بضطر اعمل تنتين او ثلاثه، بحيث هذا ما بياثر علي لانه انا بس ماثيماتيكلي بحللهم. فلو عندي جوينت معينه في روبوت فيها 2 degrees of freedom بحللها ل 2 joints، كل واحده منهم لها 1 degree of freedom، ما بخسرنا شيء، ما خسرنا generality. فكل الاناليسيس تبعنا راح يكون دينفيت هارتنبرغ نوتيشن مبني على اساس 1 degree of freedom. هذا بنفضل نستعمل هيك، بس هذول احنا بنشوف هذول لهم اكثر من degree of freedom. عندي هون احتمال صار عندي 3 degrees of freedom بتوقع، لانه ممكن اعمل هذه بلينر عمالة تتحرك على السطح، بس ما في شيء بمنعها انها تلف كمان، مضبوط؟ فبامكانها تعمل اكس واي في اي مكان من هون، هي 2 degrees of freedom، بعدين بامكانها تعمل روتيشن حوالين النقطة اللي هي موجودة فيها. فصار عندي هون 3 degrees of freedom. نفس الشيء هون عندي 3 degrees of freedom حسب اذا كان هاي بتلف او ما بتلف. اذا كانها زي جويستيك بس بقدر احركها يمين شمال ولا امام للخلف، صار عندي بس 2 degrees of freedom اذا كان هذا صحيح. لكن اذا كان هاي بتلف بشكل عادي بقدر الفها بشكل عادي واحركها، صار بامكاني افكر فيها انه الها ازمث. اذا بتتذكروا المشين جن اوبريتر والها اليفيشن، فكان صار بامكاننا نحدد هاي البوزيشن تبع البوزيشن يونيك اللي بتحدد تبعها باني احدد ازيمث الها وروتيشن، وبعدين روتيشن حوالين هاي الاورينتيشن. في عندي اورينتيشن معينه وبقدر اعمل بعدين روتيشن حوالين هاي الاورينتيشن. فهذه هون الها 3 degrees of freedom، سكرو الى 1 degree of freedom رغم انه هو بيتحرك بشكل اذا لفيته. نعم اقول كانه يعني بيمشي على فانكشن بالضبط، بيمشي هو بس على بحط له زاويه، اذا حددت له زاويه تحدد يونيك البوزيشن تبعه رغم انه هو بيتحرك بخط. اذا طلعنا على السفيريكال بشكل ثاني، على السفيريكال هي هون هذا مثال، هذا اظن ماخوذ من الماتلاب الاورينتيشن. صار عندي هون انا ممكن احدد اورينتيشن لهذا السفيريكال جوينت، وبعدين راح يصير كمان في حواليها روتيشن. فصار عندنا امكانيه انه نعمل صار عندي 3 degrees of freedom فعليا، زي ما حكينا 3 degrees of freedom صعب، وصعب اني اربطها باكشويتر كمان. يعني اذا عندي اكشويتر صعب اربط اكشويتر فيها واحدد من الاكشويتر شو بدي اضطر بدي احاول اجزئها حتى اقدر اتحكم فيها. فهدول بالنسبه لانواع الجوينتس، احنا زي ما حكينا رح نشتغل بس على prismatic و revolute.